ماجد طفل عمره 3 سنوات ونص، تشخص عنده نقص سمع عميق. الأفضل لإله هو ينعمل زرع القوقعة. طبعا زرع القوقعة تم الحمد لله بنجاح. عملية طبعا أجريت باستعمال أجهزة متطورة جدا، واليوم جاي لنشغل الجهاز. الواحد يتخوف إنه موضوع من العملية، بس شفنا الدكتور مثلا شوك الدكتور بيطار تقع عنده ما شاء الله وخبرة من هالأمور، توكلنا على الله والحمد لله عملنا العملية. 1 2 3 هذه الخطوة الأولى. بعد تشغيل الجهاز بنحوله على مركز التخاطب بمستشفى الجليل للأطفال، وأكيد إذا في داعي بنحوله كمان لقسم علم النفس كرمال يعملوا دعم معنوي للأهل وللولد.